مرحبا، قبل بداية هالحلقة بدعيكم تعملوا لايك لصفحة إنما على فيسبوك وسبسكرايب بقناة إنما على يوتيوب. ببرنامجنا منضوي بشكل مختصر على جوانب شخصية وفنية مهمة بحياة ألمع نجوم التمثيل اللبنانيين الراحلين يلي ساهموا بصناعة مجد التلفزيون بالقرن العشرين. هالحلقة مخصصة للفنانة هند أبي اللمعة. عام 1964 دخلت هند أبي اللمعة التلفزيون واشتغلت كملاحظة سيناريو ومساعدة مخرج، وتعرفت على المخرج أنطوان ريمي بالتلفزيون، وتزوجوا عام 64 وأنجبوا ولدين هن ساسين وربيع. كان مسلسل غروب عام 1972 أول مسلسل بتطل فيه هند أبي اللمعة كممثلة، وكان النسخ الملبنانة من فيلم Gone with the Wind وتولى إخراجه أنطوان ريمي. شكل هالمسلسل انطلاقة جيدة لهند بمجال الدراما. طرحت هند أبي اللمعة أنه يمثل معه عبد المجيد مذوب بمسلسل حول غرفتي بعد ما أعجب أداؤه بمسلسل القناع الأبيض، ووافق زوجها المخرج على خياره. بعد النجاح الكاسح يلي حققه هالمسلسل، شكل هند وعبد المجيد ثنائي بقي الأهم على الصعيد الفني بلبنان والعالم العربي لسنوات طويلة، وارتبط الاسمين بعبارة ألو حياتي يلي ترددت كتير بمسلسل حول غرفتي يلي أنتج منه جزء تاني بعنوان حياتي. حبت هند أبي اللمعة أنه تتحول رواية تيريز أتيان للكاتب جون نيتل لمسلسل بعد ما قريتها وأعجبتها، وطلبت من الكاتب مروان نجار اقتباسها فتحولت لمسلسل ديالا. خطوة هند أبي اللمعة الأكثر جرأة كانت باقتحام المجال الكوميدي بعد ما اشتهرت بالدراما، لما شاركت ببطولة مسلسل المعلمة والأستاذ عام 1984، وحقق هالمسلسل نجاح ساحق بعرضه الأول وإعادته الكثيرة. بنهاية الثمانينات تأزمت حالة هند أبي اللمعة الصحية، فكانت تعاني من ضعف بعضلة القلب، وسافرت لأوروبا للعلاج بناء على نصيحة طبيبة. توفيت هند أبي اللمعة بثلاثة تشرين الأول عام 1990، وكانت مراسم دفنها معقدة بسبب ظروف البلد وقتها، لأنه كانت الطرقات ما زالت مقطوعة بين المناطق اللبنانية. حلقتنا انتهت، إلى اللقاء.